شيخ جماعة يا شيخ انطلقوا من الرياض، جماعة انطلقوا من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها 3 أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها 3 أيام ثم يتجهون إلى مكة. فلما قضت 3 أيام وهم في جدة أحرموا من البيت ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا، فما الحكم يا شيخ؟ هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة نيتهم جدة ثم إن تيسر لهم أتوا بعمرة؟ لا، نيتهم العمرة من الأول، نيتهم جدة ثم لكن ناوي العمرة في هذا السنة. هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدون العمرة ثم يذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى 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 أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه. فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا منه. أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة، فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم، يعني بمعنى أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يا شيخ، الصغير والكبير؟ لا، الصغير معلش، لأن الصغير الذي لم يبلغ. نعم، الذي لم يبلغ. نعم معلش،